السلام عليكم. برزت إلى السطح مؤخراً حالة اقتصادية تسير نحو الانهيار أسرع من أي وقت مضى، بينما يبرز سؤال عن موارد الدولة التي أصبحت هي الأخرى قصة عجيبة لها بداية منذ سيطرة الانقلاب على مقاليد الحكم، لكن لا نهاية لذلك الهدف حتى بعد تحرير بعض المناطق ورفع علم الجمهورية فيها. الأصول المالية للدولة وإيراداتها لا تزال الحلقة المفقودة إلى هذه اللحظة، والتي يقضي فيها اليمنيون نحو عام بلا رواتب. والمتأمل في الخارطة الاقتصادية للدولة ومصادر الدخل من النفط والجمارك والضرائب يدرك أنها ليست بالموارد الشحيحة. النفط هو الآخر يبرز إلى الواجهة الاقتصادية، وتبرز معه العديد من التفاصيل والأسئلة، من بينها مقدار الإنتاج ومقدار ما يصدر، ومن هي الجهة المخولة بتصديرها ما يصدر عفوا ومن هي الجهة المخولة بتصديرها، وأين تذهب موارد النفط والغاز تحديدا. الحكومة الشرعية التي تسيطر على منابع الثروة في البلاد لا يبدو أنها قاطعت شوطا مهما من أجل الرواتب، متعذرة أن ميليشيا الانقلاب لا تورد الإيرادات إلى البنك في عدن، ولذلك تمتنع عن دفع الرواتب في مناطق سيطرة الانقلاب باستثناءات طفيفة. وهنا نتساءل ما حقيقة وضع العراقيل الإقليمية تجاه موارد الدولة وبعض المرافق الحيوية مثل الموانئ في ظل تدهور اقتصادي مخيف يتفاقم كل يوم. وماذا قدم القطاعان العام والخاص من حلول للحد من تضخم العملة التي وصلت إلى مستوى غير مسبوق؟ مشاهدينا الكرام، حول هذه الأسئلة ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. اليمن بلد منهك اقتصاديا وزادته الحرب سوءا، لكن لا يدرك وطأتها إلا اليمنيون وحدهم الذين يدفعون الضريبة الكاملة للمأساة التي تتفاقم يوما بعد آخر. يعيش نصف اليمنيين تحت خط الفقر، وأكثر من 1,200,000 موظف رواتبهم منقطعة منذ أكثر من 10 أشهر. بينما يتساءل مراقبون، إذا كانت الدولة تسيطر على 80% من البلاد ومواردها لا سيما النفط والغاز، فلما لا تغطي هذه الموارد رواتب الموظفين والخدمات العامة، خصوصا أن القطاع النفطي وحده يغطي نحو 70% من إيرادات الدولة. وزارة التخطيط هي الأخرى أعلنت في مايو 2016 عن الجاهزية الكاملة لاستئناف تصدير الغاز، ورغم تأكيد الحكومة بعد ذلك ب3 أشهر عن استئناف إنتاج وتصدير النفط الخام من حقول المسيلة، إلا أن ما أشيع هو أن التحالف رفض قبول التصدير، ما يضع العصا في العجلة دون الإفصاح عن الأسباب. وسواء كان السبب هو عرقلة التحالف أم عدم توفر الإرادة السياسية، فإن وضع اليمنيين يزداد سوءا وعلى مرأى ومسمع من الحكومة والتحالف. للإمارات، وهي الدولة الثانية في التحالف العربي، دور بات يثير استياء الكثير من اليمنيين، غير أن التحركات الأخيرة لسلطات أبو ظبي عبر ما يسمى الحزام الأمني في مناطق تصدير النفط والغاز المسال، وتحديدا مينائي بالحاف والضبة، بات يكشف بجلاء موقفها من اليمنيين، ويشير بأصابع النقد إلى الإرادة المسلوبة للحكومة الشرعية. وفيما وصل الريال اليمني لأدنى مستوياته، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد 400 ريال، ترتفع بالمقابل أسعار المواد الغذائية بصورة جنونية نتيجة الانهيار شبه الكامل للمنظومة الاقتصادية. لا يبدو أن هناك حلولا جذرية ولا تحركات حكومية جادة لتلافي خطر انهيار العملة، رغم التحذيرات التي أطلقها اقتصاديون محليون ودوليون. تغيب موارد الدولة وتتوزع بين سلطتين تمضيان بمعزل عن حاجة المواطن ومأساته التي تتفاقم يوما بعد آخر. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الأنوار، أهلا بك معنا في هذه الحلقة. ودعنا نبدأ بسؤال عام أستاذ محمد، يعني كي يستفيد أو يفهم المشاهد، يعني هل هناك موارد للدولة وما هي حاليا؟ بالتأكيد هناك موارد، لكنها أشبه بالنحت على الصخر، وهذه الموارد تتمثل في موارد الموانئ والمنافذ البرية، وصادرات أفصح عنها الرئيس في الفترة الأخيرة من حضرموت، صادرات للنفط
بالإضافة إلى موارد ضريبية وداخل المدن المحررة، وهناك ربما القليل من موارد السلطة المحلية في عدد من المحافظات. المنافذ والنفط هي أبرز الإيرادات. نعم، إذا لماذا هي أشبه بالنحت على الصخر كما قلت؟ يعني هل هناك يعني شحة في هذه الموارد؟ هناك شحة في هذه الموارد، كما أن هناك يعني محافظات بالكامل لم تستغل حتى الآن، ولم تدخل إيراداتها إلى البنك المركزي أو حتى حسابات الحكومة في البنك الأهلي وغيره. هناك محافظة عفوا يعني تحت سيطرة الدولة، وتعز محافظة تحت سيطرة الدولة، محررة، محافظات محررة، نعم محررة تحت سيطرة الحكومة مثل شبوة وتعز، وكثير يعني ايضا هناك يعني محافظات مثل المهره ايرادتها ايرادات منفذ واحد، الا ان البنك المركزي في معظم المحافظات المحرره لم فروع البنك المركزي لم تفعل حتى الان في هذه المحافظات، وربما اعتماد الحكومه في الفتره الماضيه على الحسابات في البنك الاهلي وغيره هي الاهم، الا ان عدن ومأرب وحضرموت تمثل ثلاثي المحافظات التي تورد إلى خزينة الدولة. تعز وشبوة هي في المرحلة الأخيرة ربما تدخل خط هذه الإيرادات، وهي طبعا ستكون إيرادات جيدة. هي أشبه بالنحت على الصخر، لأن الحكومة مقيدة داخليا ومقيدة خارجيا. ما يزال البنك المركزي في صنعاء متمرد على البنك المركزي في عدن، وقدرة البنك المركزي في عدن مقيدة من المؤسسات المالية الدولية، لا يستطيع أن يتحكم بالفروع بشكل جيد بما فيها فرع صنعاء. ما تزال بعض البنوك كما أشارت بعض التقارير تقيد الحسابات في فروعها، لكن السيولة النقدية تؤخذ من صنعاء. هناك إيرادات كثيرة لم تستطع الحكومة أن تستفيد منها حتى الآن، مثل إيرادات الاتصالات وميناء الحديدة، وهو يعني ميناء ذو إيرادات قوية جدا، وتستطيع الحكومة من خلاله أن تغطي الرواتب والنفقات بشكل جيد. والأهم من ذلك هو أن المجتمع الدولي لم يمد يد المساعدة إلى الحكومة بشكل واضح وسافر وغير مفهوم بطبيعة الحال. حكومة أنت معترف بها شرعيا ودوليا، وبنك يعني استطاعت أن تعيد قولبة صورة الدولة والحكومة الشرعية بنقل البنك المركزي، بتشكيل الجهاز الأمني، بتشكيل الوحدات العسكرية في 7 مناطق وتشكيلاتها الأخرى، تحرير 80% من المناطق بالتعاون مع التحالف، إلا أنك حتى الآن لم تسمح للحكومة بتصدير ما تستطيع من ما تملكه من النفط. يصدر حتى الآن 30,000 برميل، بينما يعني الحديث في آخر عامين من أعوام حكومة الوفاق 110,000 برميل يوميا في أدنى أحوال اليمن في هذا الموضوع. أيضا تصدير الغاز النفطي المسال، تفعيل حسابات البنك المركزي في الخارج مغلقة، وهذه لها حساباتها السياسية وليست الفنية ولا الاقتصادية البحتة. نعم، هل يعني افهم من كلامك ان هذا هو التقييد الخارجي الذي عنيته بحديثك؟ يعني انت قلت ان الدولة مقيدة داخليا وخارجيا، هل شرحت لي بصورة أكبر ما الذي عنيته بهذه العبارة؟ يعني معنا محافظات محررة لا تصل يعني غير محررة، وهي محافظات لم يستطع المجتمع يعني الحكومة لم تستطع أن تضغط عليها حتى لا تنفجر الأوضاع بشكل كبير، حسب مصادر حكومية لم تستطع أن تضغط عليها ضغط كامل لتصب إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن. هناك حالة إنسانية متفاقمة في تلك المناطق، والحكومة تراعي هذا الموضوع بلا شك، والإيرادات التي تجنيها من شركات الاتصالات ومن الضرائب والجمارك والموانئ وأيضا الأسواق السوداء أموال مهولة، فبما أنها لم تذهب إلى حسابات الحكومة ولم تذهب كرواتب للموظفين ولم تخرج إلى الخارج بحكم أن هناك ما يشبه الحصار على خروج الأموال أو السيولة النقدية بشكل أو بآخر ولو نسبيا، إذن فأين تذهب هذه الأموال؟ وهي تمثل 50% من الإيرادات، وليس كما قال التقرير 20%، هي 50% من إيرادات الحكومة.
وهذه فقط تحتاج إلى ضغط قليل من الضغط الدولي، أنه إذا لم تسلم هذه الحكومة الانقلابية في صنعاء الرواتب للموظفين، فأين تذهب بهذه الإيرادات؟ لماذا لا تسلمها؟ مع أن الرئيس كما سبق وقدم تنازل في هذا الموضوع. خارجيا الجميع يعلم وبدون يعني بشكل واضح ومكاشفة واضحة أن الرواتب منذ التزمت الحكومة بعد نقل البنك المركزي في سبتمبر العام الماضي بنقل البنك إلى عدن حوصرت ولم يدفع لها ريال واحد، ربما استثني من ذلك 20 مليون ريال سعودي سلمت للحكومة كدعم لأول راتب ثم بعد ذلك توقف. السؤال هنا، وإذا كانت الحكومة قد وضعت في هذا الموضوع لهذا الموضوع حلول كطباعة عملة نقدية ب 400 مليار ريال وبدأت يعني تقوم بالعديد من الأعمال التي ربما تعيد لها الإيرادات ويعني إلى الخزينة العامة للدولة، لماذا لا يفرج عن حسابات الاحتياط النقدي للبنك المركزي المتبقية وحساباته في الخارج؟ حتى نعم. الذين يتفاعلون مع الحكومة كأمريكا مثلا، البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يظل الموضوع حتى الآن مجرد كلام على يعني لم يأخذ مجراه، ولم تستطع الحكومة أن يعني لكي تسيطر على الأموال على العملة في الداخل، لكي تسيطر على الوضع الاقتصادي تحتاج إلى احتياطي يعني يسندها في الخارج تعتمد به وايدات وصادرات التجار. نعم، هناك العديد من الأسئلة أستاذ محمد حول هذه النقاط التي ذكرتها، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا الدكتور محمد حلبوب عضو اللجنة الاقتصادية العليا ورئيس البنك مجلس إدارة البنك الأهلي من عدن عبر الهاتف. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور والسرور. أهلا بك معنا دكتور محمد. يعني أنتم في الجهات الرسمية كيف تتابعون التدهور الاقتصادي الحاصل لليمن؟ طبعا التدهور الاقتصادي حتى الآن وصل إلى 100% خلال 1000 يوم من الحرب، وصل إلى 100% من سعر العملة. طبعا يعني بالمعايير الحروب الأخرى ولا حتى بالمعايير مع مصر بالمقارنة مع مصر ولا مع، ليس هذا يعني شيء غير متوقع، يعني هذا شيء متوقع في ظل واقع حرب، ولكن هناك من الضرورة معالجة هذه المشكلة. يعني الآن يجب أن يتم معالجة هذه المشكلة. طبعا معالجة هذه المشكلة في تصوري هي في اتجاهين. الاتجاه الأول هو إجراءات نقدية ومالية وإدارية لإيقاف تدهور سعر الصرف الريال، ولا يمكن تنفيذ ذلك إلا بالتنسيق بين البنك المركزي اليمني في عدن وبقايا البنك المركزي في صنعاء وحكومة الشرعية وحكومة الانقلابيين. والقادر على أن يكون وسيط في هذه العملية هو صندوق النقد الدولي. يعني صندوق النقد الدولي هو القادر على جمع هذه الأربع الجهات تحت إشرافه، وأيضا يجب أن يتدخل البنك صندوق النقد الدولي لأنه هو المكلف يعني على المستوى العالمي بمعالجة الاختلالات الموسمية التي تحصل، والحاصل هو الآن اختلال موسمي. نعم، ولما لم يقم بذلك دكتور محمد؟ يعني ألا توجد ضغوطات يعني على الأقل من الحكومة من يعني التحالف؟ نحن اجتماعنا في برلين يعني مع كان ممثل صندوق النقد الدولي حاضر، ويعني أحسسنا أو هناك تلميحات بأنه صندوق النقد الدولي يعني هو محكم على التدخل لأنه ينتظر تدخل من مجموعة أصدقاء اليمن وبالذات من المملكة العربية السعودية. نعم. يعني هو يأخر تدخله حتى يحصل على يعني تدخل من المملكة العربية السعودية، وهو لديه يعني متفائل ومتوقع بأن المملكة العربية السعودية سوف تتدخل لأن هناك تعهدات يعني قدمتها المملكة. نعم، ولو افترضنا أن السعودية لم تتدخل دكتور محمد، هل ستظل الحكومة يعني تتخبط هكذا بهذه الموارد يعني الشحيحة؟ القضية ليس فقط التدخل من المملكة العربية السعودية ممكن أن يتم، في مشكلتين. أول مشكلة أنه قد ترفض حكومة الانقلابيين، وكذلك بقايا البنك المركزي. مثلا في اجتماع برلين تم تقديم الدعوة إليهم للحضور، ولكن لا رفضوا الحضور الى اللقاء الذي تم في برلين،
من 4 إلى 6 أكتوبر، وكان لقاء ممتاز جدا وخرج بمعالجات حقيقية. يعني هذه مشكلة، إنه يعني هم رافضين، وبرغم إنهم يعني مصرين على تعنتهم وتمردهم وعبثهم. نعم، السؤال دكتور محمد اسمح لي، يعني لما لا يتم الضغط على المجتمع الدولي كي يضغط على جماعة الميليشيا بتلبية كل هذه المطالب الاقتصادية كما تم الضغط على الحكومة سابقا وتحييد البنك المركزي؟ يعني لما لا يتم الحديث باستمرار، الحديث مع قيادات المجتمع الدولي، الحديث مع التحالف أيضا لتشكيل ضغط حقيقي حتى يتم مثلا على الأقل، يعني الجميع يعلم بمعاناة اليمنيين أنهم لا يستلمون الرواتب، هذه النقطة بالذات كفيلة بالضغط على المجتمع الدولي لو كان هناك حكومة جادة في هذا الموضوع؟ المشكلة أن الحكومة في صنعاء حكومة غير مسؤولة، يعني حكومة يعني هي الآن أعلنت فشلها الذريع من خلال استمرار الموظفين الذين يقعون تحت مسؤوليتها لمدة عام كامل بدون مرتبات، وهم يستخدمون الأموال التي يجمعونها من اجل المجهود الحربي. هذه حكومه غير مسؤوله، وهذه يعني هناك استغراب بصراحه من المجتمع الدولي في عدم الضغط على هذه الحكومه لكي تتعامل مع القضيه بشكل مسؤول. كذلك نحن نوجه النداء الى الناس في 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 صنعاء، الى مجلس النواب، ان يتدخل وأن يعني يضغط على الحكومة حتى تكون مسؤولة. نعم. أما الموضوع الثاني بالنسبة للمملكة العربية السعودية، هي أعلنت بأنها تقدمت 8 مليار واثنين من عشرة، ولكن الجميع عنده متوقع وعنده أمل كبير بأن المملكة العربية السعودية لن تتخلى عن مسؤوليتها وسوف تتدخل بكل نعم. تأكيد. إذن اسمح لي دكتور محمد أيضا. نعم، يعني أيضا يعني لما لا توجه رسائل للتحالف والحكومة هناك، يعني وربما التحالف يعني خير من يعلم بالوضع الاقتصادي السيء الذي تمر به البلاد، عوضا عن تسليم كل هذه المبالغ التي يتم الحديث عنها إلى المنظمات الدولية والتي أغلبها يذهب إلى الحوثي، لما لا يتم دعم البنك المركزي في عدن كما دعم أول مرة لتسليم الرواتب على الأقل؟ لما لا يتكفل التحالف برواتب الموظفين اليمنيين وهو قادر على ذلك، عوضا عن آلاف أو ملايين الدولارات التي تصرف في ضربات خاطئة أو توجه لمنظمات دولية لا تلتزم بأبسط حقوق المواطن وتسليمه إياها؟ أنا أضم صوتي إلى مطالباتك وأضم صوتي إلى صوتك، إنه يفترض على التحالف أن يتدخل، يفترض على المملكة العربية السعودية، يعني نحن الآن جاءت مسؤوليتها ويجب أن تتدخل. والرسالة أعتقد اللي أنت قدمتيها كافية ولا أستطيع التعليق عليها أكثر من ذلك. يعني نحن لا ننكر كرم المملكة العربية السعودية، ولكن عشمنا بالمزيد. القضية الأخرى هي أنه كيف يمكن أن نتعامل مع وضع يعني حكومة متمردة في صنعاء تعبث بالأمور النقدية، بالسياسة النقدية، وتقوم بإصدار شيكات بدون رصيد. أنا من على قناتكم هذه أدعو كل البنوك الموجودة في صنعاء بأن يعني لا تتعامل بهذه الشيكات التي يتم إصدارها من حكومة صنعاء، لأن فيها ضرر كبير على الجهاز المصرفي. كما أدعو كافة الصرافين إلى أن يكون لهم موقف وطني بعدم التعامل مع حكومة الانقلابيين التي تقوم بإصدار شيكات بدون رصيد، مما أوصل سعر صرف الدولار بشيكات إلى 525-530 هذا اليوم. يعني هذا هو يعني سعر الشيكات هو ناتج عن العبث الموجود في صنعاء، وهو يجر ويسحب سعر صرف الكاش الذي تتحمل مسؤوليته حكومة الشرعية إلى أعلى. هذه المسؤولية يجب أن يتم أن يتكاتف مجلس النواب في صنعاء، الشعب في صنعاء، كذلك المسؤولية تقع كذلك على البنوك. البنوك والصرافين عليهم مسؤولية وطنية، يجب أن لا يخربوا يعني بيوتهم بأنفسهم. أن نترك القضية
للحكومه الغير مسؤوله للمتمردين هذه يعني عبث، واعتقد انها تصرف خاطئ جدا، سوف تدفع البنوك والصرافين والمجتمع يعني ثمن باهظ جدا لسلبيتهم. هذه سلبيه غير مبرره من قبل الشعب ومن قبل البنوك. وانا اقول هنا ان معظم البنوك هي موجوده في صنعاء او مقراتها الرئيسيه، وهنا من هنا انا ادعوهم الى المشاركه يعني بممثلين في اجتماع سوف نعقده بعد غد صباحا الساعه 10 يعني لتدارس هذه القضيه في جامعه عدن في كليه الطب. هل تم دعوتهم؟ هذه مسؤوليه. نعم، اذا شكرا جزيلا لك دكتور محمد حلبوب رئيس مجلس اداره البنك الأهلي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ محمد، تعليقك على حديث الدكتور خاصة فيما يتعلق ب يعني ما يفترض على التحالف القيام به في ظل كل هذا العجز الذي يواجه الحكومة. والله أنا أقدر وأثمن المسؤولية التي يعني انبثق منها حديث الدكتور محمد حلبوب، وهو أحد أهم يعني أعمدة الاقتصاد في البلد. هو يتكلم بمسؤولية، وبصراحة أنا استغربت كثيرا وهو يغادر لغة يعني القسوة والنخيط والذي يعني في مثل موقعه ربما يستطيع أن يقول كلام أكبر من ذلك، لكنه قالها بصراحة. يجب على الناس أن يغادروا موقع السلبية، وخاصة مجلس النواب الذي ينعقد الآن في صنعاء بصورة غير شرعية، وكذلك خاطب البنوك وخاطب الصرافين وخاطب حتى المواطنين. هذا الخطاب هو ربما أجدى ما يمكن أن يقال يعني في مثل هذه الفترة. لا تستطيع الحكومة أن تضغط أكثر من يعني مما هو عليه الوضع الآن. هذا الضغط سيولد انفجار كبير ويعني يعرض اليمن إلى أكثر مما هي عليه التقارير الدولية. ربما تبدو الأمور الآن أنها تسير يعني بشكل جيد، لكن يعني يستطيع الملاحظ أن يعرف أن اليمن على حافة الانهيار التام إذا لم يكن هناك مسؤولية. ما الذي يريده الطرف الآخر؟ هل يريد أن يحكم بلد مدمر فيما لو كتب له الانتصار، وهذا بعيد جدا، أم أنه يريد الموارد يعني ربما هذا ما يعني لا يشعر بذ ولو حتى يريد الموارد يستطيع أن يجني موارد. لو كان يريد الموارد كان البنك المركزي بيده، وصنعاء وعدن والمهرة وحضرموت ومأرب وكلها تدفع إلى صنعاء. أين ذهبت الموارد ولماذا سحبت كل هذه الأموال 5 مليارات ريال؟ لم يعني والجميع يعلم أختي أن البنك المركزي في عدن أو العبد الرب منصور هادي عندما قرر نقل البنك المركزي نقله بعد شهر من إعلان محمد بن همام إفلاس البنك ولجوئه للطباعة خارج البلد بدون علم الحكومة. كانت هذه إجراءات للحفاظ على ما تبقى من هيبة الدولة وهيبة الاقتصاد اليمني، بحيث يستطيع أن يحافظ اليمن على مقعده في المؤسسات المالية الدولية، وإلا كان قد تعرض لكثير من التهديدات بسبب عدم رفع تقارير مكافحة غسيل الأموال. بالنسبة فيما يخص التحالف، ربما لم يستطع أن يقول الدكتور حلبوب بحكم موقعه أن هذه الأموال التي دفعت 8 مليار، والسعودية يعني هذا المبلغ لا يساوي شيء بالنسبة للمملكة العربية السعودية، ربما هي تخسر أضعافه في المجال العسكري. لكن الحكومة يعني الأموال ذهبت حسب التقرير نفسه، والذي أعد التقرير قال أنها ذهبت لمنظمات دولية، وأن الحكومة يعني لم تحصل سوى على 2 ملياري دولار، وهذا الحديث ربما يعرفه الجميع. لكن ما هي مبررات التحالف؟ لا أحد يعلم. ما هي لماذا لا يبدأ عمليا بإعطاء الحكومة زمام المبادرة من جديد، ويعني جعلها تتحكم بأمورها خاصة، وهذا ربما لا يدركه الجميع، مظهر الدولة وشكلها لدى التحالف الآن أصبح واضحا، وتواجد الحكومة ممثلة بالدكتور أحمد عبيد بن دغر ونائب رئيس الجمهورية وعبد العزيز جباري نائب رئيس الوزراء، والتحركات التي شملت المحافظات المحررة والتفاف الناس حول قضية واحدة ربما لم يشعر بها الجميع إلا الآن عندما احتفلت ساحات الانقلابيين والحراك والحكومة بثورة سبتمبر وأكتوبر. ما زال الناس مجمعون على
الثوابت الوطنية وسوف يلتفون إذا ما وجدت الحكومة. الحكومة نعم. الآن وعاها جاهز ويستطيع أن يقوم بعمله بشكل جيد، وهو البنك المركزي يعني غادر بن داغر إلى حضرموت ومعه 5 مليارات ريال، وغادر جباري ومعه 5 مليارات ريال إلى تعز. لماذا لا تدعم الحكومة؟ لا نريد إغاثة بقدر ما نريد دعم للحكومة. الحكومة الآن هي الملاذ الأخير ربما للمواطن اليمني الذي بدأ يعرف أنه بدون دولة لا تستقر الأوضاع. نعم. إذا اسمح لي أستاذ محمد أن نذهب لفاصل قصير ثم نعود بعده لاستكمال نقاشنا. لنمعن النظر قليلا. لا مستقبل يضيء في أعينهم، فالماضي يحاول صبغ حياتهم بالسواد. أردنا لهم الأمان والدواء والابتسامة، فكان البؤس والخوف والحرمان. انتزعهم الظلم وداهمتهم الحرب وانقطع اللحن. الطفولة في زمن الميليشيا. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأكرر ترحيبي بك أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني تحدث أيضا دكتور محمد حلبوب لدعوة وجهها للبنوك وللصرافين أيضا بعدم التعامل مع السندات التي تطلقها الميليشيا. هل ذلك يعني في حدود قدرات هذه البنوك والمصارف؟ هل تستطيع مقاطعة هذه الشيكات وعدم التعامل مع الميليشيا في ظل السيطرة يعني المؤطرة بالعنف كما نعلم للميليشيا؟ يمكن تعطير كل شيء بالعنف إلا المجال الاقتصادي والتعامل بالأموال. نعم. الدكتور يعلم أنه يجب أن يخاطب في هذه البنوك وأصحابها وكذلك شركات الصرافة، يخاطب فيهم المصلحة الوطنية العليا يعني وحبهم لهذا البلد، لأن تعاملهم بهذه الطريقة، وأنت سألت هل يمكن؟ نعم يمكن، لأن تعاملهم بغير هذه الطريقة التي دعا إليها الدكتور حلبوب هو تعامل يعني بأشبه بتعامل الأسواق السوداء. وربما البنوك فتحت لها الشهية في هذه الفترة الأخيرة والتي يعني يعلن فيها عن التدهور الاقتصادي وتدهور سعر العملة، وفتحت شهيتها بسبب أنها فرخت عددا من شركات الاتصالات، وهذا ما كشفهم به الدكتور أحمد عبيد بن داغر في اجتماعه الأخير في عدن. وهذه الشهية يجب أن تتوقف فورا، لأننا أمام وضع إنساني لن تستفيد منه البنوك بعد ذلك أكثر مما قد استفادت. وربما جاء قرار التعويم ليجعل الدولار معروضا أمام الناس بحسب العرض والطلب، يرتفع سعره أو يتدنى، وهذا ما يجب أن يكون عليه الآن. وهذا قطع الطريق على الانقلابيين الذين كانوا يتعاملون بأسعار أخرى فيما كانت البنوك في عدن تلتزم بأسعار أخرى. نعم. هذا الموضوع الآن يحتاج إلى يعني قليل من الضغط الحكومي أكثر مما هو عليه الآن. يعني هناك حركة شبه دؤوبة، وربما هذا الاجتماع الذي ذكره الدكتور محمد حلبوب أول مرة نسمع عنه في وسائل الإعلام، سربت بعض الأخبار لكننا لم نسمع عنه مباشرة. وربما أنا شخصيا بحثت عن الجواب من الحكومة، بحثت عنها من إدارة البنك المركزي، من حتى من الدكتور حلبوب نفسه، لم يصرح أحد عن هذا الموضوع. يعني معناه هناك حركة من الحكومة تقوم بها في الكواليس لتستطيع أن تسيطر على الأمور وألا يتسرب ضعفها أكثر إلى الجمهور. وهذا أيضا ما يجب أن نحرص عليه نحن في وسائل الإعلام وكذلك الخبراء والمتحدثين والمتخصصين في كل المجالات. يجب أن تسند الحكومة في هذا الوقت بالذات، لأن الشرعية مرهونة بحركة الحكومة، وصورة الشرعية أيضا
تتمثل في أدواتها، وأدواتها الآن مرتهنة بيد الانقلابيين، فإذا لم نحررها مثل ما نحرر الأراضي ولم نتحرك نحن لتحريرها والضغط عليها وتسليط الضوء على المنهوبات، يعني على المنهوبات الآن والتي تملأ شوارع صنعاء، عمارات وعقارات وأراضي و نعم وسيارات حديثة، نعم تغسل فيها لكن أستاذ محمد يعني ولا يسلط عليها الضوء. نعم لكن أستاذ محمد ربما أن الحكومة لم تستطع أن تبذل جهود أكبر في هذا المجال. دعني أنقل هذه الفكرة لضيفي عبر الهاتف دكتور محمد الزوبة الخبير الاقتصادي من صنعاء. مساء الخير دكتور محمد. مساء النور العافية دكتور محمد. برأيك يعني هل تم استغلال موارد الدولة المتاحة حاليا من قبل الحكومة الشرعية؟ شكرا جزيلا على تحت هذا الفرصة وتحياتي للبنات الجيش على هذا الموضوع الذي سوف تخدم المجتمع كثيرا فيما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن. عموما يا سيدتي موارد الدولة هي كانت الأساس محدودة من الأساس. نحن نتكلم عن موضوع النفط والغاز. الموضوع النفط والغاز في اليمن هو موضوع محدود وشحيح. الثروة النفطية يجب نقولها على الشاشة هذا قلناها من زمان، إنه يجب على الشعب اليمني وعلى كل السياسيين وكل نشتغل في المجال الاقتصادي أن يعلم أن الثروة النفطية والغاز في اليمن محدودة، وبالتالي كل ما بني على هذه الثروة وإلى يومنا هذا لم يأتي بنتيجة. تمت الفترة الماضية في فترة الدولة التي حكم فيها الرئيس صالح 33 عاما ولم تستغل استغلال وافي وصحيح، وتحول المجتمع إلى مجموعة ريعي فقط ينتظر الرواتب ويعيش من خلالها، ولم ننتج من ذلك شيء، وأصبحنا الآن نعيش عن هذه المأساة. عموما يا سيدتي الإمكانيات التي توجد في اليمن من الثروة الطبيعية كما قلت الآن الغاز لا يمكن بيعه للسوق العالمي. لماذا؟ لأنه الآن سعره الآن هنري هوب واتفاقياتنا كانت مع أمريكا، هنري هوب الآن بيبيعه $2 و20 سنت. تكاليف نحن نفسه بيكلف $2 و20 إذا ما حسبناش حتى قيمته تحت سطح الأرض يعني، وبالتالي ما أصبح ما غير مجدي. إذا ودينا على جنوب شرق آسيا الفارق حوالي $1.5، هذا عبارة عن إمكانيات النقل أو مصاريف الشحن، وبالتالي الموضوع ربما أن الله سبحانه وتعالى يجعل من هذه الأزمة نفكر ونستعيد الفكرة من جديد ونحاول أن نحتفظ بهذه الثروات لنا أو للشعب اليمني، لأنه الشعب اليمني يحتاج إلى هذه الثروات حقيقة مستقبلا، بدل أن نذهب ونبتاع من السوق يعني ثروات أو مشتقات لهذا الشيء. ما يخص الثروات هي موضوع بسيط جدا يعني في اليمن بنتكلم على إنتاج يوصل بقمة العام 500,000 برميل أو 428 في منصف 2014، وبدأت له الإنتاج إلى 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 2009 و2010 و2011 ووصل إلى 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 أدنى. الآن النفط الذي ينتج من 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 حضرموت حقيقة هو قليل جدا، وأيضا النفط الذي ينتج من مأرب لا يسطر لأنه الحكومة الشرعية مسيطرة عليه، ولكن ميناء تصديره تحت يعني سيطرة الحكومة الصنعاء، وبالتالي لا يسطر الكميات التي تقريبا تصل إلى 80,000 إلى 90,000 برميل يوميا تبقى تحت الأرض. هناك يعني حوالي 10,000 برميل نفط يعني تكرر في مصفى المارد ويعاد ضخ من جديد حوالي 3,000 من جديد إلى الآبار، ويتم تسويق حوالي 6,000 من منتجات المصافي مارد. هذا كل ما يتعلق بالثروات، ولكن أنا اللي سمعته الليلة من الأخوان الموجودين داخلك هو تحويل الموضوع إلى موضوع بسيط جدا، وهو كيفية معالجة مرحلتنا نحن فيه من مرحلة في الحرب. نعم. موضوع الاقتصاد اليمني هو موضوع أكبر من ذلك بكثير. كنا نأمل وهذه هي رسالة أيضا موجهة للتعالى، كنا نأمل من خلال نقل البنك المركزي إلى عدن ووجود آلية سياسية اقتصادية لتحويل الموضوع اليمني إلى خطة فاعلة يمكن للتحالف أن يتبناها بحيث يضخ كميات من المبالغ من العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اليمني حتى يحقق ميزان العرض والطلب للعملة في السوق اليمني. لكن لم يحصل ذلك. أيضا لم تحقق للدولة وجود سياسي داخل المربعات التي تتحكم بها كما يقولون 80% من الجغرافيا اليمنية، ومع ذلك هذا 80% كان بالإمكان
لو تحقق السيطرة الكاملة للدولة اليمنية وعام التحالف الشرعية في السيطرة هذا ما كانت وصلت الحاجة لما وصلت إليها الآن. مشكلتنا الآن في اليمن هي مشكلتين في الموضوع الاقتصادي. المشكلة الأولى أنه نعاني من سلطة في صنعاء استفادت من سيطرة على صنعاء، بمعنى أنها استولت على القدرات المالية وكأنها فيه وحولتها إلى مصالح خاصة والأهداف خاصة، ونسقها في ذلك التحالف الذي سايرها في الموضوع هو تحالف الرئيس السابق طالح. هذا الوضع جعل من الوضع في صنعاء وضع صعب جدا، لأنه الآن إحنا بنطلب على الدولار وكل الناس بيطلبوا دولار، معهم الفلوس موجودة في الدولارات، أيضا استعيض على النظام البنكي بسوق موازي وسوق الصرافين، وهذا أوجد الكمية التلاعب بالقدرات الصرف الريال اليمني مقابل العملة الصعبة، لأنه لا توجد لدينا أساسا مداخل في العملة الصعبة. إذا إحنا نتساءل الآن، إذا كان في صنعاء ليسوا قادرين على أن يوجدوا حل في هذا الموضوع، كيف لهم أن يضعوا الناس أمام المتغيرات والسؤال أن يصمدوا؟ إلى متى سوف يصمدوا الناس؟ السنة ولم يسلموا الناس رواتب، إلى متى سوف يصمدوا؟ طيب أوكي، فلنضطرب الناس صمدوا، وماذا بعد الصمود؟ هل هناك رؤية اقتصادية؟ أنا أعرف الأخوان في الحوثيين وهم يعرفون كلامي هذا، وأنا أتحدىهم من منظركم هذا، أنا قعدت معهم قبل ما يطبقوا على منجر الرئيس هادي ثلاثة أيام، وكنا نتكلم عن موضوع فكرة اقتصادية ومشروع اقتصادي لهذه المجموعة حتى تديرها في الجمهورية اليمنية. الجماعة لهم تلقون مشروع، هذه هي الحقيقة، الحقيقة أن الأخوان الحوثيين لا يتلقون دكتور مشروع. يعني اسمح لي بالمقاطعة دكتور، يعني في ظل ألا مشروع بالنسبة لسلطة الانقلاب في صنعاء، ويعني عدم توفر موارد حقيقية للحكومة الشرعية في عدن حتى تنهض يعني بوعائها المالي وتستطيع دفع الرواتب لبقية المحافظات، يعني في أدنى مطالب يعني وهي الرواتب للموظفين، ما الذي يمكن عمله لحكومة على الأقل تقول أنها هي الحكومة الشرعية ويفترض أنها تكون هي المسؤولة عن جميع القطاعات الخدمية ومن ضمنها صرف الرواتب لموظفيها؟ والله شوفي يا أختي العزيزة، إذا رمينا بالكرة بالكامل على اللاعب المحلي، وأنا أعتقد أن الشرعية هي لاعب محلي زي مثل الحوثي مثل صالح، هم لاعبين محليين، هذا كلام فاضي، كل كلام فاضي، والذي أي اقتصادي بيجيب يقول الكلام هذا، ما هذا كلام فاضي كله. حقيقة هذا رسالة يجب أن توجه للتحالف. التحالف إذا كان هدفه اليمن فهو أمامه اليمن، أما إذا كان هدفه يعني مشاريع أخرى ومنظومات أخرى ويعني دخلنا تحت مشروع موجود يطبق على المنطقة واليمن من ضمن هذا المشروع الذي عمل على تدمير المنطقة، فهذا موضوع آخر. اليمن يا سيدتي لا يمتلك مقومات اقتصادية إن لم يقوم التحالف على رأس السعودية والتي هي الجارة الشقيقة والقريبة إلينا بعمل تدخل في المجال الاقتصادي، هذا واقع لا يمكن أن نتجاهله. أوكي، فنفطر مثلاً 100,000 برميل في اليوم، 100,000 برميل يعني في الشهر بكم؟ 5 مليون في الشهر، 150 مليون دولار في الخلية في السنة، يعني بمليار طيب إيش بيصير لنا؟ هذا كلام فاضي كله. الدولة تحتاج إلى مشاريع وقتاً. الذي يفترض أنه إيش يعمل؟ يفترض أنه حكومة الشرعية، يفترض حكومة الشرعية أن تضع التحالف أمام خيارات. الخيار الرئيسي وهو الذي طرحناه على عبد الله، وكتبت أنا في مجالات كثيرة وطرحت على في الصحف، أعرف أنه يطلع على التحالف خيارات، يا أما بهذا التوجه، هل أن تقدم على عادة السلطة الشرعية إلى عدن بحيث نصير 8% وتعطى إمكانيات اقتصادية لإيقاف التداور الاقتصادي حد في البلاد، أو أن نقوم لهم أهداف ثانية ونعلن ذلك أمام الملأ أمام العالم أنه سبب التدهور وسبب التهديم الذي حاصل المجتمع اليمني. يا سيدتي، عبد الله بن منصور وبن دقر هذول لاعبين محليين، وأيضا في صنعاء هذول لاعبين محليين، كلهم لهم أهداف وطموحات سياسية، ولكن لن ينظر اليمن إلا حكومة المملكة العربية السعودية. يجب على القيادة السعودية أن تعي أن رؤية 2030 الذي يتبناها الأمير محمد بن سلمان لن تتحقق إذا ظل اليمن
بهذا على هذا المستوى وبهذا في هذا الضريه. ثانيا وهي رساله للجماعه الذي يفاوضوا الان، اذا كان القضيه انه السعوديه تخاف من مشروع دوله حوثيه توازي حزب الله في 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 في, في لبنان، لماذا لا يتم التعارض مع الحكومه السعوديه على اساسين الامن مقابل العيش؟ بمعنى سوف تبني الحوثي خدمه وخدمه للشعب مستقبلا، بانه وصلنا لهذه المرحله انه احنا نعطي امن وان تجيب لنا عيش. اليمن يا سيدتي تحتاج الى ضخ اموال ضخمه حتى نعيش نستريدها مهما كانت قدراتنا الموجوده هي قدرات بسيطه، لانه احنا في اليمن في حاجه في التعريف الاقتصادي، معروف انه في تعريف يقول ان في اقتصاد ريعي هذا الذي يعتمد على الثروات، اذا في عندك ثروات كثيره بامكانك انك تتبلطح وتعيش وتشتري السيارات وتاخذ المصانع واذا ما كانش عندك هذا الشيء يسموه الثروات او ما يسمى بالاقتصاد الانتاجي. الاقتصاد الانتاجي الذي كان يفترض انه يبنى لنا في خلال ال 30 و 40 سنه الماضيه. نعم اتضحت، نعم اتضحت الصوره. للاسف يدركني الوقت دكتور محمد رغم حديثك المنهجي، لكن للاسف الشديد مضطره لي يعني انهاء هذا اللقاء. شاكره لك دكتور محمد الزوبة الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. اخيرا استاذ محمد، يعني لو تحدثنا عن الجميع يتفق، أنا وأنت والخبراء الاقتصاديين الذين كانوا معنا عبر الهاتف، أن الحل ربما بيد التحالف فعليا لو أراد لليمن أن ينهض من جديد اقتصاديا. يعني ألا تستطيع الحكومة الشرعية الضغط على التحالف في هذا الأمر، اتخاذ موقف جاد؟ يعني لما نشعر أن الحكومة يعني في موقف سلبي تماما، لا تتحرك خطوة واحدة، لا تقدم أي مقترحات أو ضغوطات لا دولية ولا يعني إقليمية بالنسبة للتحالف وغيره، يعني حتى على مستوى الاجتماع الأخير الذي حدث الذي ربما كان عسكري أكثر منه اقتصادي، والحديث عن إرادة عودة الشرعية، لكن للأسف الشديد لم توضع ورقة مهمة وهي إنقاذ اقتصاد البلد حتى يعني يتم الأمن الاقتصادي في المناطق المحررة وينعكس بصورة إيجابية على المناطق الأخرى. ما لمسته من حديث الأستاذ الضيف من صنعاء محمد الزوبة هو حديث أيضا وطني، ويتحدث عن مصلحة اليمنيين ويضعها فوق كل اعتبار، لكن أيضا ما لمسته من وجودي في عدن ويعني الرقابة الأخيرة التي سلطتها وسائل الإعلام وكلنا متابعون لحركة الحكومة أنها تستطيع أن تفعل أشياء كثيرة جدا، وربما ليس التحالف وحده في الأخير هو من بيده الحل السحري ويعني إكسير الاقتصاد في اليمن. هناك يعني حركة مطلوبة من الحكومة، نعم خاصة يعني فيما يتعلق بالمحافظات التي لم تدخل عودة كاملة إلى عدن مواردها بعد إلى الوعاء كما تفضلت، يعني شبوة وتعز والمهرة وغيرها. نعم هناك يعني مطلوب تحرك أكبر مما هو عليه الآن. الحكومة تستطيع أن تتحرك وأن تفرض أجندتها في أي محافظة تريد. هي الآن يعني مثلما تلتزم برواتب القضاء حتى في صنعاء والمناطق التي يعني يسيطر عليها الحوثي، وتدفع رواتب جامعة صنعاء وتدفع رواتب يعني الكثير من القطاعات التي تراها في نظرها يعني مهمة، تستطيع أن تقوم بدور أكبر. بعد ذلك سيستجيب الطرف الآخر وهو التحالف لتحركات الحكومة، وأيضا هناك طرف مسؤول وهو الشعب مهما كانت الحالة التي وصل إليها. هذا الشعب يجب أن يكون هو طرف وعامل حاسم في كل القضايا سواء اقتصاديا أو عسكريا أو أمنيا. وأنا الآن أشيد ربما بما يحدث الآن في صنعاء من حراك نحو الراتب، سواء المعلمين، نعم، سواء القطاعات المؤسسات الإرادية الذين يضربون عن العمل ويتظاهرون من أجل الراتب. أكبر ما يقوله الدكتور محمد الزوبة وما يقوله الاقتصاديون أيضا في صنعاء. ربما عدن يعني صنعاء تشهد حراكا ضد الميليشيات وضد هذه التصرفات اللا مسؤولة في القطاع الاقتصادي أكثر مما يحدث في عدن وأكثر مما يحدث في أي محافظة من محافظات الجمهورية، وهذا دور جيد والجميع يعني ربما يعول، نعم، على الدور الشعبي ويفترض استغلاله أيضا على الحكومة يعني وعلى الحوثيين ويضغط أيضا على التحالف. نعم إذا شكرا جزيلا لك دكتور أستاذ محمد الجماعي الصحفي الاقتصادي، كنت معنا لوسائل الإعلام.
نعم، لم استمع للجملة الأخيرة، ولكن شاكرة وجودك معنا أستاذ محمد الجماعي صاحب الاقتصادي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب، وأشكر كذلك ضيوف الذين كانوا معنا عبر الهواء، دكتور محمد حلبوب عبر الهاتف عفوا، والدكتور محمد الزوبة، وهي لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل، كونوا برعاية الله وأمنه.